مساء الخير. التظاهرات في السودان تتحول إلى اعتصام، يريدون حكومة تمثل الجميع. فهل الحكومة الحالية هي الأكثر تمثيلاً لمجموعات الطيف السياسي في السودان من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار؟ وهل يمكن المجيء بأكثر مما هو متاح؟ هل هناك طيف أكبر من الطيف الموجود حالياً ليمثل الدولة السودانية؟ يؤكد محللون أن تغيير الوزراء لن يغير شيئاً، بل هو تغيير في تركيبة الوزراء، أي تغيير الحاضنة السياسية التي تختار الحكومة. فهل تغيير المعادلة بشكل كلي يلغي الوثيقة الدستورية التي بنيت في الفترة الانتقالية؟ ما هي أسباب الانقسام في الحرية والتغيير لتطالب أطراف فيه بحكم عسكري صرف، وهما حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان؟ هل وقعتا في خطأ كبير لا يمكن غفرانه؟ هل هناك كثير من المطالبات لم تذكر في التظاهرات، مثل استكمال المؤسسات، مؤسسات الدولة كالمجلس التشريعي ومؤسسات العدلية الأخرى؟ لماذا التركيز في هذا التوقيت الحساس على حل الحكومة وهذه المؤسسات لم تتوفر؟ خطاب كراهية قوي يتم بين الأطراف، غياب الرؤية الاستراتيجية لإدارة الدولة، انهيار الخدمات، انهيار التعليم، توقف حركة البيع والشراء، وانتشار الجوع حتى وصل إلى المساس بالخبز وهو يمثل كل المجتمع. في يونيو 2022 سيتم تداول السلطة، فلماذا هذا الاستعجال على حل الحكومة في هذا التوقيت الحساس؟ نفتح الملف على طاولة برنامج استديو الآن الذي يأتيكم من استديوهاتنا في دبي.